السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما هو معروف إن للعب أهمية كبيرة في حياة الأطفال، إذ به ينمو الطفل ويتعلم وينمي قدراته الذهنية والعقلية. لذلك اخترت لكم اليوم لعبة سميتها فرز الأدوات المدرسية، إذ تمكن الطفل من التمييز بين الأشياء وفرزها، وهي تابعة للمشروع الموضوعاتي المدرسة والأصدقاء، المجال التعلمي، استكشاف الذات والمحيط، محور الأنشطة الأدوات المدرسية. وبطبيعة الحال لتقديم أي لعبة يلزمنا إعداد البطاقة التقنية. نحتاج في هذه اللعبة، انظروا، نحتاج في هذه اللعبة إلى صويرات تحمل الأدوات المدرسية، وسلات فارغة، وأدوات مدرسية. بسم الله نبدأ على بركة الله. انظروا أطفالي، عندنا هنا أدوات مدرسية. انظروا، المطلوب منكم هو فرز هذه الأدوات، يعني كل طفل منكم سيأخذ أداة وسيقوم بوضعها في السلة المناسبة حسب الصورة الموجودة فوق السلة. فهمتم أطفالي؟ نعم. أعيد، نعم معلمتي. نعم معلمتي. أحسنتم. ماذا لدينا هنا؟ أدوات مدرسية. أحسنتم، الأدوات مدرسية. نعم، الأدوات المدرسية. وهنا الأدوات المدرسية. نعم، عندنا الأدوات المدرسية، وعندنا هنا سلات فارغة. إذا نتذكر، هذا قلم الرصاص، وهذه قلم الحبر، بقص من حيث أقلام ملونة. أحسنتم، نعم، أقلام ملونة. الآن انظروا، اختاري شاد أداة وضعيها في مكانها. اختاري، نعم، ماذا اخترتي؟ أحسنتي، ضعيها في مكانها. ممتازة، صفقوا عليها. ممتازة، أحسنتي. هيا علي، تفضل علي، ضعيها. أحسنتي مرة أخرى. هيا علي، بسرعة علي، اختر أداة وضعها في مكانها المناسب. أحسنت، ضعها في مكانها المناسب. انظر الصورة. أحسنت، صفقوا عليه. ممتاز. هيا سمية، اختاري أداة وضعيها في مكانها المناسب. أقلام ملونة، نعم، ضعيها في مكانها المناسب. اخترتي الأقلام، ضعيها في مكانها المناسب. هيا بنيتي، نعم، مكانك. هيا دورك لينا، اختاري أداة. هيا، ماذا اخترتي؟ قلم الحبل. أحسنتي، صفقوا عليها. انظروا أطفالي، ما هي السلات التي لم نضع فيها أداتها؟ بقيت لنا الممحاس وقلم الرصاص. انتظروا، انتظروا، تعالوا علي. هيا علي، هيا، خذ فقط أداة. ماذا أخذت؟ هذه منحاس. أحسنت، ضعها مكانها. تعالي شاد، هيا بسرعة، صفقوا عليه. هيا، بقي لنا شاد، ماذا بقي لنا؟ قلم الرصاص.
أحسنتي. قلم الرصاص وضعيه مكانه. أحسنتي. أو أقلام الرصاص صفقوا عليها. هل أعجبتكم اللعبة؟ نعم. هل هي لعبة جميلة؟ نعم. أحسنتم. أنتم كذلك قمتم بإنجازها بشكل جيد، ممتازين. وبهذا نكون قد أنهينا لعبتنا لهذا اليوم.